أهلا بكم. ظهرت في الآونة الأخيرة مواقف وتصريحات من العديد من شركاء العملية السياسية عن صعوبة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة حرة ونزيهة في الوقت الراهن بسبب الأزمة المالية والمشاكل الأمنية المتفاقمة والحاجة لتحضيرات إدارية وتنظيمية تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظة عراقية وجائحة كورونا وتأخير المصادقة على قانون الانتخابات على الرغم من إقراره في البرلمان واستمرار اختلال النصاب في المحكمة الاتحادية، وهو ما يعني وفق العديد من المراقبين الإبقاء على الوضع الحالي على ما هو عليه إلى حين إكمال الدورة البرلمانية أو اكتمال الدورة البرلمانية الحالية والتي ستنتهي منتصف العام 2022، برغم أنه أي الانتخابات البرلمانية هو أحد مطالب المتظاهرين، ورغم تعهد الكاظمي في برنامجه الحكومي بإجراء هذه الانتخابات وتفعيل عمل مفوضية الانتخابات بالتعاون مع الأمم المتحدة. إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة أو تأجيلها على أسس حرة ونزيهة ومحاولة شركاء العملية السياسية التنصل من إنجاز هذا المطلب لمتظاهري تشرين هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا بدأت تتصاعد نغمة صعوبة إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة بعيد تمرير حكومة الكاظمي برلمانية؟ وهل فعلا أن أسباب إلغاء أو إرجاء هذه الانتخابات تتعلق بالأزمة المالية والأمنية وعدم إقرار قانون الانتخابات الذي صوت عليه في البرلمان فقط؟ ثم كيف يتم الحديث عن إلغاء إجراء الانتخابات المبكرة بينما هي المهمة الرئيسة لحكومة الكاظمي كما أعلن؟ ألم يتعهد الكاظمي بعد تمرير حكومته في البرلمان أن مهمة الحكومة الأساسية ستكون إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة باعتبارها أحد أهم مطالب المتظاهرين؟ وكيف سيكون المشهد في العراق إذا تنصلت قوى العملية السياسية وحكومة الكاظمي عن تعهدها بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، إياد الدليلي. تحت ذرائع شتى يرفض العديد من الكتل السياسية إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تعهد بإجرائها الكاظمي قبل وبعيد تشكيل حكومته بذريعة ظروف جائحة كورونا والأزمتين الاقتصادية والأمنية وتأخير المصادقة على قانون الانتخابات وتعطيل المحكمة الاتحادية. وتقول هذه الكتل إن هذه التحديات قد تدفع لإكمال الدورة البرلمانية حتى العام 2022، أما مفوضية الانتخابات المستقلة فقد اشترطت تشريع قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظة وإقرار الموازنة المالية للعام الحالي لإجراء هذه الانتخابات بشكل مبكر. النائب عن كتلة الفتح عباس الزاملي قال إن إجراء الانتخابات المبكرة هو مطلب جماهيري وإن أغلب الكتل السياسية مع إجراء هذه الانتخابات، لكن الوقت والأمور اللوجستية غير مهيئة في الوقت الراهن. وكان رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي قد تعهد في برنامجه الحكومي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على أسس نزيهة بعد إكمال تشريع قانون الانتخابات وتفعيل عمل مفوضية الانتخابات بالتعاون مع الأمم المتحدة، كما أن مجلس النواب كان قد مرر قانون انتخابات مجلس النواب في 24 من شهر كانون الأول الماضي، لكن رئاسة المجلس لم ترسل القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه بحجة عدم اكتمال الجداول المتعلقة بالدوائر الانتخابية والإحصائيات السكانية وحصة النساء في البرلمان. ويؤكد العديد من المراقبين أنه بغض النظر عن وجاهة وحقيقة هذه الحجج المساقة لإرجاء الانتخابات المبكرة، فإن هناك العديد من الكتل السياسية غير جادة وليست راغبة في إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لأسباب سياسية أكثر من كونها أسباباً فنية أو مالية. إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة هو أحد أهم مطالب ثورة تشرين التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي، كما أنها المهمة الرئيسة لحكومة الكاظمي أو هكذا يفترض. ومحاولة التسويف في هذا المطلب أو الالتفاف عليه هو صب للوقود على النار المستعرة أصلا ضد أحزاب العملية السياسية جميعا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في محاولات شركاء العملية السياسية التنصل من تعهد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة باعتبار أحد مطالب المتظاهرين. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا أيضا عبر سكايب الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، ومعنا أيضا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ إياد الدليمي. مرحبا بالضيوف جميعا. نبدأ دكتور عبد الحميد، برزت في بعد إقرار أو تمرير حكومة الكاظمي في البرلمان مواقف وتصريحات أنه الانتخابات البرلمانية المبكرة لا يمكن إجراءها في خلال هذه السنة لجملة من التحديات فنية مالية، أيضا الوضع الواقع الأمني أو الوضع الأمني بدأ يتردى وجائحة كورونا وما إلى ذلك. ألم تكن معروفة هذه الأسباب عندما قدم هذا التعهد الكبير للمتظاهرين وللرأي العام في العراق؟ يعني الآن شركاء العملية السياسية قوى السلطة الآن عرفت أن أمامها جملة من التحديات تحول دون إجراء الانتخابات المبكرة وإنفاذ هذا التعهد الحكومي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام، ونبارك للجميع قدوم إن شاء الله العيد بعد أيام، بعد يوم غدا إن شاء الله تعالى. الموضوع يعني يجب أنه الشعب العراقي اليوم غالبيته بات يدرك أن هنالك فصلا بين واقع العملية السياسية وبين ما تعلنه هذه الشخصيات، هذه الأحزاب، هؤلاء في الإعلام، فهنالك بون شاسع بين ما يعلن إعلاميا وبين الواقع التطبيقي. هذا أمر. الأمر الآخر، نحن يجب أنه ندرك دائما، وهذا ما نؤكد عليه في كل أحاديثنا، وهذا ما يتحدث به الشارع العراقي ومنهم شباب الثورة، أنه هذه الجزئية اللي هي الانتخابات المبكرة هي جزء من كل، يعني هي ليست فقط هذا هو المطلب الجماهيري اللي هي الانتخابات المبكرة، ولا حكومة الكاظمي أو غيرها هي أيضا المطلب الجماهيري وغاية الثوار. الغاية هي العملية السياسية برمتها، وأحد مفاصل هذه العملية السياسية هي هذه الحكومة أو تلك، وأحد أسباب أو الوسائل لإعادة ربما أو الانتقال من هذه العملية السياسية إلى واقع، إلى عملية سياسية وطنية صحيحة بعيدة عن هذه الأسس كلها، اللي هي الانتخابات المبكرة. أما انتخابات مبكرة بذات القوانين وإشراف ذات الأحزاب الموجودة، الأحزاب السلطة، أحزاب الاحتلال، فلن نغير شيئا، لن نفعل شيئا. لذا هذه القضية، قضية الانتخابات المبكرة وما أعلنته حكومة الكاظمي أو حتى الحكومات التي أرادت أن تكون بدل الكاظم، هي كلها كانت مجرد نوع من الخداع عبر تخدير يظنون أنه يستطيعون من خلالها تهدئة الشارع وخداع الشباب لإعادتهم من ساحات التظاهر لتخفيف الضغط عليهم على الأقل أمام الرأي العام العالمي. لكن الواقع كله يدرك العالم، كل خاصة شباب، نتكلم عن شباب الثورة الواعين اليوم بعد 17 عاما، أن هذه هي منظومة واحدة. ذهب عبد المهدي، جاء الكاظمي، ومن قبله العبادي، وقبله كلهم هم منظومة واحدة تسير وتدور في فلك واحد، فلك هذه العملية السياسية التي هي سبب البلاء، وهؤلاء الأشخاص هم وسائل من وسائل الفساد وتدمير هذا البلد. فإذا ذهب هذا الفاسد وبقيت المنظومة التي تحمي هذا الفاسد وجاء بغيره، فإننا معنى ذلك أنه نولد فاسدين آخرين لا أكثر ولا أقل، وتدوير الفاسدين ومجالس الفساد، قاعدة الفساد، ومناصب الفساد بين هذه الأحزاب وهذه الشخصيات. طيب دكتور عبد الحميد، عندما تقدم قوى السلطة يعني هذه الحجج، هذه الأعذار، أن هناك مشاكل وتحديات وصعوبات تحول دون إجراء الانتخابات المبكرة، تحديات أمنية، مالية، كورونا وغير ذلك من القضايا الإجرائية والإدارية والمتعلقة أيضا بالقوانين،
هل تتوقع السلطة أن الرأي العام في العراق ومنهم طبعا المتظاهرون سيتفهمون هذه الأعذار ويقبلون بها ويعذرون السلطة إذا ما ألغت هذه الانتخابات ويمنحونها مزيد من الوقت، لأنه هذه يعني فعلا جملة تحديات كبيرة؟ هل تتوقع أن يكون هناك تفاعل إيجابي مع هذه الحجج والدفوع التي تقدمها قوى السلطة؟ لا، وقد قال رأيه الشارع، قال الشباب، شباب هذه ساحات التظاهر، قالوا رأيهم في هذه المسألة وبيّنوا أنه لم يعد الوقت الآن وقت خداع. الآن مسألة بعد 17 عاما، أكثر من 17 عاما، اليوم شباب اليوم ليسوا كما كانوا قبل سنوات، لا يمكن أن تمرر عليهم مثل هذه الخدع ومثل هذه الأكاذيب. هذه المبررات التي تطرح هي موجودة منذ جاء الاحتلال الذي أوجد مثل هذه المشاكل. فما الذي تغير؟ ماذا تغير حينما أعطيت الحكومات السابقة مهلا 100 يوم وستة أشهر وسنة وغير ذلك؟ ماذا تغير في حينما جاءت هذه المنظومة السياسية وادعوا أنهم ستكون هنالك تغيير في الانتخابات الأخيرة والمجرب لا يجرب وإلى غيره؟ هذه كلها خدع يراد منها الضحك على الشباب على الشارع العراقي، لكن كما قلت لن يكون هنالك بعد مجال للخداع ولا قبول لمثل هذه الأكاذيب. حتى فرضية أقيمت أو قامت هذه الحكومة عبد المهدي، عفوا الكاظمي، على فرضية قامت بهذه الانتخابات المبكرة، في ظل أي قانون سيكون؟ ومن الذي سيشرف على هذه الانتخابات المبكرة؟ ومن الذي سيوافق عليه؟ نحن يجب أنه نفهم أنه الكاظمي كما قلت قبل قليل هو يعني هذه الانتخابات، كما اسمح لي دكتور عبد الحميد، كما ورد في البرنامج أو في خطاب رئيس الحكومة أنه هذه الانتخابات ستكون حرة ونزيهة ومبكرة وبالتعاون مع الأمم المتحدة، هكذا قيل، حتى يدفع عنها شبهة التزوير والشبهة التي أحاطت بالانتخابات والدورات السابقة. وقيل ذلك في الدورات السابقة أنها الحرة ونزيهة وإشراف أممي، وكل هذه الأكاذيب لا ليس لها على أرض الواقع أي وجود. وثانيا يجب أنه أيضا نفهم أنه هذه الجزئية الانتخابات والذي يريد أن يقيمها، هنالك منظومة تشرف عليها، والمنظومة اللي هي الموجودة الآن، يعني البرلمان الحالي الذي دفع مصاريف كبيرة لشراء هذه المقاعد، هل من الممكن أنه يضحي بمقعده؟ هو دفع مبلغا لكي يحصل على هذا المقعد، هل من المتوقع أنه يضحي بهذه الملايين التي دفعها ويضحي بهذا الكرسي ويوافق على مثل هذه الإجراء الانتخابات الجديدة؟ الإعلان شيء، وما يدعى في البرامج التي تسمى برامج انتخابية هي فقط مجرد حبر على ورق، مثلها مثل الدفاع عن حقوق الشعب العراقي، منع الانتهاكات، محاسبة المتهمين بقتل المتظاهرين. ماذا جرى من هذه كلها؟ نعم. دم العراقي الغالي جدا الذي أصبح رخيصا على يد هؤلاء الفاسدين لم يحقق بأي قطرة دم منذ بدأ الاحتلال إلى هذه اللحظة، ولم يحاسب أي قاتل. نعم. أو أي منتهك لهذه الانتهاكات. أشكرك. نتحول إلى دكتور رافع الفلاحي. دكتور، هذه نغمة إجراء صعوبة الانتخابات المبكرة، وهو التعهد الذي قطعه رئيس الحكومة حتى قبل تمريرها وبعد تمريرها، يعني بعيدة، أن الانتخابات ستكون هناك انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وبالتعاون مع الأمم المتحدة. الآن الحديث أنه والله هناك جملة تحديات تحول دون إجراء هذه الانتخابات. هذا الخداع اللي سماه دكتور عبد الحميد العاني الخداع السياسي، هل تعتقد قوى السلطة أن هذا الخداع الذي مورس في السنين الأولى ما زال فاعلا ومؤثرا وله آذان مصغية وله أيضا مشترون، تعتقد قوى السلطة بعد كل الذي جرى في العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجد، أولا أحييك وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. عندنا أقول أنه يعني قضية الانتخابات المبكرة، يعني أولا أقول أنه هذه القضية كانت واحدة من أهم المطالب لثورة تشرين. نعم. ثورة تشرين، ثوار هؤلاء الشباب من البداية كانت قناعتهم كاملة بأن هذه العملية السياسية لا يمكن إزاحتها إلا بانتخابات جديدة. ذلك هم قبل هذا، قبل الثورة قاطعوا الانتخابات. إذا كنا نتذكر انتخابات 2018 لم يشارك يعني أكثر من 83% من العراقيين الذين يحق لهم المشاركة اتخذوا قرار بعدم المشاركة. لكن هذه الخطوة ربما لم تفهمها قوى السلطة على أنها رفض للعملية السياسية، استمرت في طريقها لحد ما اضطرت الثورة أن تخرج. الشباب خرجوا ونادوا بانتخابات مبكرة، لذلك أسقطت حكومة عبد المهدي وجرى وضع شروط معينة ومعايير معينة لانتخاب حكومة مؤقتة تسعى لأول شرط إجراء الانتخابات المبكرة، وبعد ذلك أضيفت لها شروط كانت موجودة، يعني القضاء على الفساد، تقديم قتلة المتظاهرين إلى العدالة وغيرها من هذه الأمور. نعم. حكومة مصطفى الكاظمي لعبت على هذا الدور. قبل أن يأتي مصطفى الكاظمي بدأت هناك حملة إعلامية ممنهجة واضحة، واضحة يعني خارجيا وداخليا، لتلميع صورة هذا الشخص وكأنه هو المنقذ، هو الذي جاء من رحم التظاهرات، وهو جاء قيادة معايير التي تطلبها التظاهرات والثورة. فجاء ليقول انه الانتخابات المبكرة هي اول شرط سيحققه، لكن بعد ايام تبين بشكل واضح جدا جدا انه هذه القضية ليست الا خدعة كبيرة ومحاولة لتسويف الامور وشراء الوقت. هل ينجح هذا الموضوع؟ انا اقول لك لن ينجح، لان الشعب بعد 17 سنة، يعني ردا على سؤالك، بعد 17 سنة من الضيم، من القهر، من كثر الفساد الذي شهده، من كثر ما انكشفت أمامه الصور وانكشفت هذه القوى، ما عادوا قادرين على خداعه، ما عادوا قادرين على سحب الشعب إلى الجهة التي يريدونها. فبالتالي هذه لعبة ليست جديدة، لكن مع ذلك أقول أنهم عندما يتحدثون أن الانتخابات تحتاج إلى تمويل ونحن في ضائقة مالية وفي في في يعني في قضية، نحن الآن في وضع اقتصادي مريض. المفوضية دكتور، المفوضية تقول نحتاج إلى مليار دولار لاستكمال المتطلبات اللوجستية لإجراء هذه الانتخابات. نعم نعم، هو فعلا يحتاجون إلى مبالغ لا أعرف كم، يعني لا أعرف كم، لأنه هذه المبالغ تصرف إلى أحزاب وقوى، هذه واحدة من الأسباب، لكن السبب الآخر ربما كورونا، السبب الآخر عدم إقرار قانون الانتخابات. ما زال هذا القانون عليه اختلافات في قضية الدائرة المتعددة، يعني هذه اختلافات كبيرة وتحتاج مثل ما يقولون أعضاء البرلمان إلى جلسات كثيرة لإقرار هذا القانون، وإقرار هذا القانون سيؤدي إلى تهيئة ظروف معينة. في نفس الوقت يتحدثون عن أن المفوضية للانتخابات تغييرها بناء على طلب المتظاهرين في الثوار، وأن هذه المفوضية جديدة، ولأنها جديدة ليست لديها خبرة مثل المفوضية السابقة، تحتاج إلى دورات بالداخل والخارج، وهذا أيضا يحتاج إلى وقت. هذه كلها المبررات يضعونها في إطار واحد لكي يقولوا أن الانتخابات المبكرة وهم لا تصدق. دكتور به. اسمح لي، هذه التحديات، اسمح لي، هذه المشاكل والمعوقات أليست تحديات حقيقية تحول دون إجراء الانتخابات؟ هناك واقع أمني يتردى الآن مع عودة هجمات تنظيم داعش، هناك أزمة مالية خانقة، حتى رواتب الموظفين القطاع العام ربما لن يحصلوا على رواتب، هناك جائحة كورونا، هناك مشاكل أيضا تتعلق بالمفوضية وتقسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظة. أليست فعلا هذه تحديات ومعوقات ومعرقلات حقيقية تحول دون إجراء الانتخابات في هذه الفترة الزمنية الضيقة والمحدودة اللي هي سنة؟ صحيح أستاذ ماجد، إذا كانت هذه المعوقات قد وجدت
من غير تدخل، لكن أن توجد بصناعة قوى العملية السياسية هذا شيء آخر. كل هذه الفوضى، كل هذا الذي نتحدث عنه صناعة ومنتجات للقوى السياسية، هي من صنعتها، هي من تريدها أن تكون على الساحة لكي تتعذر بها. هذه الحقيقة، هي هذه المصيبة. يعني هم من البداية يعرفون أن الانتخابات تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى قانون انتخابات، وسبعة أشهر مضت والمتظاهرون يرددون نحتاج إلى قانون الانتخابات، لم ينجز لحد الآن. هذا كله بأسباب، هذه كلها تهيئة توطئة لكي يقولوا لا نستطيع. الآن يتحدثون أنه إذا الآن أردنا أن نجري انتخابات مبكرة علينا أن نهيئ كل هذه الأشياء ونعلن منذ الآن، بعد 9 أشهر يلا تجرى الانتخابات. فإذا هم يريدون أن يقولوا أن قضية الانتخابات المبكرة مستحيلة، وهذا الظرف مو بيدين. لكن هي حقيقة الحال أن من صنع هذا الظرف، من صنع الواقع الاقتصادي المرير، هي القوى السياسية المسؤولة عنه. من فوضى الأمنية، هي القوى السياسية. من صنع كل هذه الظروف، من 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 أخر إصدار قانون انتخابات، هي القوى السياسية. فبالتالي هي التي سعت إلى هذا المناخ لكي تقول أنه الانتخابات المبكرة غير ممكن. هذه نقطة مهمة ننقلها للأستاذ أياد الدليمي. سامحنا تأخرنا عليك، بس السبب طبعا مو بدي أنا أسباب تقنية. أستاذ أياد الدليمي، هذه الأسباب أو التحديات التي تسوق قوى السلطة باعتبارها معوقات أو تحول دون إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي يطالب بها المتظاهرون، والتي وعدت بها حكومة الكاظمي، وأصلا هي المهمة الرئيسة لهذه الحكومة عندما تشكلت، أنها ستجري انتخابات مبكرة حرة ونزيهة. هل قضية عملية التنصل إلغاء أو إرجاء بسبب هذه التحديات، وهي تحديات كبيرة، أم أن القضية فيها أبعاد أخرى، أبعاد سياسية أكثر مما هي يعني معوقات مالية فنية أمنية؟ تحية لك يا أستاذ ماجد ولمشاهدي قناة الراشدين الكرام. أهلا وسهلا. يعني أعتقد أنه إحنا يعني يجب أن نكون واضحين ومنطقيين وصريحين في تعاطي مثل هذه الملفات. نعم. السيد مصطفى الكاظمي جاء نتيجة توافق قوى وأحزاب السلطة في العراق، وهو الذي اختار الطريق الأسهل والأسلس بخلاف سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي. وعندما ذهب إلى الاقتناع بما تطرحه الأحزاب من وزراء من أجل تمرير حكومته، ومرت هذه الحكومة. بالتالي موضوع إجراء الانتخابات من عدمه، انتخابات مبكرة، أعتقد أن الأمر يتعلق بهذه القوى السياسية أولا. هل لهذه القوى السياسية الرغبة في إجراء انتخابات مبكرة أم لا؟ الأمر لا يتعلق بالسيد مصطفى الكاظمي. السيد مصطفى الكاظمي بحكم أنه جاء بتوافق هذه القوى الحزبية المشكلة العملية السياسية منذ عام 2003 حتى اليوم، هو بالنهاية كما يمكن أن نطلع عليه، هو بالنهاية منفذ لرغبات هذه القوى والأحزاب. هذه القوى والأحزاب هل تريد انتخابات مبكرة أم لا؟ أنا تقديري أن هذه القوى والأحزاب وجدت نفسها في مرحلة مفصلية خطيرة جدا على وجودها، وعلى وجودها في العملية السياسية التي تشكلت بعد عام 2003. جاءت السيد مصطفى الكاظمي كخيار أخير من أجل أن تمر هذه العاصفة، عاصفة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في العراق منذ أكتوبر الماضي. هم يعتقدون أن وجود حكومة في مثل هذا الظرف تمتص زخم الشارع العراقي يمكن أن يرجئ هذه الانتخابات تلقائيا، يعني لا تعود هناك مطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. لكن أعتقد أن الشارع هو من سيقول كلمته الفصل في هذا الموضوع، موضوع الانتخابات المبكرة. عندما تعود التظاهرات مرة أخرى إلى الشوارع وإلى الميادين وإلى الساحات في مدن بغداد وجنوب العراق، أعتقد أن هذه الساحات هي من سيحدد هل نحن مضطرون أو مجبر أو مجبرون على إجراء هذه الانتخابات المبكرة أم لا. أنا تقديري أن الساحات والشعب العراقي بشكل عام لا تعنيه الانتخابات المبكرة، سواء جاءت بعد شهر أو شهرين أو حتى بعد 16 أو أرجعت إلى موعدها عام 2022. الشارع العراقي يريد خدمات، الشارع العراقي يريد حكومة فعالة، الشارع العراقي يريد بلد ذا سيادة، الشارع العراقي ملى هذه الأحزاب التي تكورت وعشعشت في داخل أعشاش العملية السياسية منذ عام 2003 حتى اليوم. بالتالي هناك رغبة ملحة ليس لإجراء الانتخابات الآن أو بعد 6 أشهر أو بعد سنة،
هناك رغبة ملحة لدى الشارع العراقي لأن تكون الحكومة العراقية معبرة عنه فعلا. هل يمكن أن تكون حكومة مصطفى الكاظمي معبرة عن تطلعات الشارع العراقي بحيث أن هذا الشارع ينسى موضوع الانتخابات المبكرة؟ أنا بتقديري وفقا ما جاءت به هذه الحكومة أعتقد أن هذه الحكومة ستكون ملبية لتطلعات الشارع العراقي. نعم أستاذ مالك. على ذكر أنه حكومة معبرة عن تطلعات ورغبات الشارع العراقي، يبدو أنه المتظاهرين والرأي العام في العراق عندما يطالب بانتخابات مبكرة حرة ونزيهة وبإشراف دولي هو يريد أن يصل إلى هذا الهدف، أن هذه الانتخابات يتمخض عنها وتنتج حكومة تمثل تطلعات ورغبات وآمال المجتمع في العراق. يعني دعنا نكون صريحين أكثر. نعم. لا يمكن لأي انتخابات مبكرة أو متأخرة أن تأتي بحكومة تعبر عن تطلعات الشارع العراقي لو أشرفت عليها كل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الخارجية والدولية. لا يمكن في ظل تغول وتنفذ هذه الميليشيات وهذه القوى الحزبية السياسية منذ عام 2003 حتى اليوم التي بنت دولة عميقة جدا 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 داخل مؤسسات الحكومة الدولة العراقية، لا يمكن بأي انتخابات مبكرة أو غير مبكرة أن تأتي بحكومة يعني يمكن أن تكون متوافقة مع تطلعات الشعب العراقي. بالتالي أنا أعتقد أن ما نحتاجه اليوم هو امتداد ومواصلة لهبة تشرين، الهبة الشعبية التي أجبرت حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، التي أجبرت هذه القوى والأحزاب والتيارات السياسية على مراجعة الكثير من سياساتها الخاطئة التي أودت بالعراق إلى هذا الحال. نحن بحاجة إلى مواصلة هذه الهبة، بحاجة إلى أن تكون الشوارع العراقية والساحات نابضة من جديد بشبابها، بحاجة إلى أن نفعل التظاهرات وأن تكون فعلا قادرة على إنتاج ليس فقط شباب يتظاهرون ومستعدين للاستشهاد في سبيل العراق، وإنما أيضا قوى سياسية قادرة على أن تكون فعلا منافسة للقوى السياسية الموجودة على الساحة العراقية. لا يكفي أن نتظاهر، لا يكفي أن ندفع الدماء من أجل استعادة سيادة العراق، يجب أن تتبلور هذه الحركات الشبابية إلى حركات سياسية قادرة على أن تكون يعني تدق أسفين في نعش هذه العملية السياسية التي جرت منذ عام 2003 حتى اليوم. الشارع العراقي محتقن اليوم، هناك عندك أزمة كهرباء، أزمة الرواتب لم ندخلها بعد ولكن بالتأكيد سندخلها عما قريب، هناك أزمات أخرى كثيرة ومستفحلة جدا لدى الشارع العراقي. أعتقد أنها ستكون خير محرك لتظاهرات مقبلة يمكن لها فعلا تلك التظاهرات أن تؤدي إلى عملية يعني اجتثاث جزء كبير من فساد هذه العملية السياسية التي تراكمت على وجثمت على صدور العراقيين منذ عام 2003 حتى اليوم. بغير ذلك لا انتخابات مبكرة لا بإشراف دولي ولا بإشراف أممي ولا بإشراف منظمات كل منظمات الدولية في العالم أن تؤدي إلى تشكيل حكومة عراقية أو برلمان عراقي فعلا منتخب من قبل الشعب. هناك اليوم عزوف شعبي كبير جدا عن كل مظاهر العملية السياسية بما فيها الانتخابات، وشاهدنا هذا العزوف في عام 2018 عندما وصلت نسبة المصوتين إلى أقل من 20%. بالتالي لا يمكن لانتخابات مبكرة أن تؤدي إلى نتيجة أفضل مما أدت به الانتخابات السابقة. نحن بحاجة إلى انتفاضة حقيقية، انتفاضة شعبية، أن تتسع هذه الانتفاضة، أن تؤدي إلى تشكيل قوى وأحزاب وتيارات سياسية قادرة على أن تجتث هذا الفساد الجاثم على صدور العراقيين منذ عام 2003. أشكرك. نستأذن من الضيوف الكرام وأيضا من المشاهدين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار عن محاولات قوى السلطة والقوى العملية السياسية التنصل من تعهد إجراء الانتخابات المبكرة في العراق. فاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في محاولات قوى السلطة التنصل من تعهد إجراء الانتخابات المبكرة في العراق. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني والأستاذ إياد الدليمي. دكتور عبد الحميد العاني، يعني كيف يجري الحديث عن إلغاء الانتخابات المبكرة وإكمال الدورة البرلمانية السابقة؟ والمهمة الرئيسة لحكومة الكاظمي إنما كانت هي إجراء الانتخابات المبكرة، وأنه لها فترة زمنية هي سنة. المهمة الرئيسة لهذه الحكومة هي الانتخابات المبكرة، علة وجودها الانتخابات المبكرة. فإذا ألغيت هذه الانتخابات، ألغيت، كنسلت، هل من علة لاستمرار هذه الحكومة أصلاً؟ هناك بون شاسع بين تفكير الشعب العراقي ومطالب المتظاهرين الثوار تشرين والقوى الوطنية، وبين ما تفكر به هذه أحزاب السلطة التي جاء بها الاحتلال منذ 2003 إلى الآن. أحزاب السلطة بما فيهم الكاظمي والبرلمان الحالي هم ينظرون إلى الأمر على أنها استحقاق من ليس سياسي، وإنما استحقاق أنه مالي، دفعوا مصاريف وولاء للخارج للأجنبي، وبمقابله يأخذون هذه الصفقات وغيرها. يريدون الاستمرار، لا بد من استمرارهم لتعويض الفاتورة التي دفعوها. لا ينظرون إلى الشعب العراقي على أن هنالك مصالح وحقوق للشعب وهنالك وطن ويجب أن يبنى وإلى غير ذلك. هذه هي الأساس، أساس المشكلة هو الفرق في التفكير وفي الغاية والأهداف. هذه الحكومة، حكومة الكاظمي وغيرها، رفعت شعارات، منها قضية الانتخابات المبكرة، منها ليس كلها، واحدة من شعارات كثيرة، لكن كل هذه الشعارات هي مجرد فقط كما قلت في البداية خداع، مجرد خداع. فالغاية الأولى لحكومة الكاظم وكما ذكر السريان هي قضية من الذي وافق عليها. القضية حينما وافقت هذا البرلمان الحالي أحزاب السلطة لتمرير هذه الحكومة لأنه ضمن استمرار الغاية. الهدف الأساس لحكومة الكاظم هي استمرار هذه الأحزاب في مناصبها والحفاظ على العملية السياسية. كل ما يسعى إليه سياسو السلطة الحاليين ومن 2003 إلى الآن هي المحافظة على العملية السياسية أن تسير، وأنهم هؤلاء بتقاسماتهم وتفاهماتهم وتشاكساتهم فيما بينهم يستمرون في هذه المناصب لكسب كثير المزيد من المال الحرام على حساب أبناء الشعب العراقي. لذا لا يوجد أي شيء مما يريده الشعب العراقي ثوار تشرين غيرهم سيتحقق على يد هؤلاء، لأنه القضية أن هؤلاء هم السبب في هذا الفساد. الثوار تشرين، الشعب العراقي يريد حقوقه. من الذي سلب الحقوق؟ هؤلاء الذين سلبوا هذه الحقوق، سواء كانت حقوق دماء وكرامة وأموال في كل الحياة، هؤلاء يكون مسؤولون عنها، ولا يمكن للجاني أن يحاسب نفسه. إذن الشعب العراقي، ثورة تشرين، يريدون عملية سياسية وطنية بعيدة عن هذه التي تسببت بهذا البلاء والفساد والدمار للعراق. نعم. دكتور رافع الفلاحي، قد يسأل سائل لماذا كل هذا الاهتمام بالانتخابات المبكرة؟ لماذا كل هذا التعويل على الانتخابات المبكرة إذا ما أجريت؟ ما الذي سيتغير في المشهد العراقي إذا ما أجريت الانتخابات البرلمانية في وقتها وبإشراف دولي وما إلى ذلك؟ هل سيتغير شيء؟ ثمة فزع وخوف أن الانتخابات، إذا الانتخابات البرلمانية لم تجرى في وقتها، هل هذا الخوف في محله؟ هل التعويل على الانتخابات المبكرة ونتائجها في محله؟ أستاذ ماجد، ربما يعني دعني أعود يعني لما قال الأستاذ، سمعت جزء منه لكن ما يهمني فيما سمعته، قال إنه الآن أي انتخابات، ورد ربما إجابته واضحة على سؤالك الآن اللي تسألني. نعم. قال أي انتخابات ستجري، لن تأتي بحكومة عراقية وطنية تستطيع أن تبني البلاد، وهذا حق واقع. لكن السؤال هو التالي، يعني هل الثوار عندما خرجوا بثورتهم في تشرين لم يكونوا يدركون هذا الواقع
يعني كانت قراءتهم قاصرة لهذا الواقع، لذلك طالبوا بانتخابات مبكرة وهم يدركون، بالتالي أدركوا أنه هذه الانتخابات المبكرة حتى لو جرت فإنها لن تأتي بحكومة التي يريدونها. الواقع واقع الحال أنه الثوار عندما خرجوا قالوا نعم نريد انتخابات مبكرة، لكن قالوا أيضا نريد قانونا للانتخابات جديد. أولا قالوا يجب حصر السلاح، لأنهم يعرفون أنه الإطار فيه كثير من التشوهات والمصائب الكبيرة وكارثة كبيرة. قالوا حصر السلاح بيد الدولة، قالوا إنهاء دور الميليشيات، قالوا إنهاء ملف الفساد. لا يجوز أن تجري انتخابات في أي بلد وهو من أكثر 5 بلدان بالعالم فسادا، لا يمكن. يعني بقائمة الشفافية العراق من بين أكثر 5 بلدان بالعالم فسادا، فإذا هو فاسد إداريا وماليا كيف لا يكون فاسدا في الانتخابات؟ وقد شهدنا انتخابات جرت فيها فظائع في الفساد واعترفوا بها، وآخرها ب 2018 حرقوا صناديق اقتراع، زوروا رغم أنه نسبة المشاركين لا تزيد عن 17%. إضافة إلى قالوا نريد قانون الأحزاب يعني جديد يحدد، ولا يعني ما معقولة في بلد 35 مليون نسمة لدينا 500 حزب يشارك بالانتخابات، حددوا لنا قانون الأحزاب جديد. أول فقرة تقول الأحزاب من أين لك هذا؟ دكتور يعني هذه الأحزاب جاءوا حفاظ للعراق عام 2003، من أين لهم هذه الأساطير؟ نعم اسمح لي دكتور رافع، من أين لهم هذه الثروات؟ من أين لهم هذه؟ اسمح لي دكتور على ذكر اسمح لي دكتور على ذكر مطالبة المتظاهرين بقانون جديد للانتخابات، بانتخابات مبكرة، بمفوضية جديدة وما إلى ذلك، ما الذي يحول أن هذه القوى التي فصلت قانون الانتخابات المفوضية وسسها ضوابطها، هذه العملية السياسية فصلتها على مقاساتها حزبية طائفية مناطقية وما إلى ذلك، هي باقية الآن في السلطة، بيدها السلطة، بيدها المال، بيدها القوانين، أيضا تفصل قوانين جديدة على مقاساتها. هذا اللي كان الثوار يعني خشيتهم منها، لذلك طالبوا بإنهاء ملف الفساد، بإنهاء بوضع قانون الأحزاب برؤية وطنية، حصر السلاح، إنهاء الميليشيات، هذه كلها، لكن هذه ما تحققت. الآن دعني أقول لك، هل هذا الوضع يعني كان غريب على مصطفى الكاظمي وغريب على العملية السياسية، وأنهم تفاجأوا أن هذه الأوضاع موجود يعني حصلت فجأة، لذلك هم بدأوا يتحججون بأن قضية الانتخابات المبكرة قضية صعبة ولا يمكن إجراءها لأن هناك معوقات؟ أنا أقول لك هذه القضية معدة من البداية لكي تستمر هذه الدورة الانتخابية، يستمر البرلمان في وظيفته الآن ويكمل دورته البرلمانية وتكمل الحكومة، وربما حكومة مصطفى الكاظمي ليست مؤقتة، ستستمر وتكمل يعني زمن حكومة عادل عبد المهدي، وربما سيمدد لها لأربع سنوات أخرى، والدستور جاهز، وهذا الدستور عندنا مطاط يعني قميص مطاط، يستطيعون تطويعه في أي طريقة، ولديهم المحكمة الاتحادية جاهزة لإصدار أي قرار يريدونه، وشاهدنا ذلك في 2010 عندما خرجت بفرية الكتلة الأكبر وكيف أعادت نوري المالكي للحكم. هذا من ناحية. الناحية الأخرى اللي يتحدث عنها أنه هل هم تفاجأوا بالوضع؟ أقول لك أنهم لم يتفاجأوا، والدليل على هذا أنه مصطفى الكاظمي كتب مقالا تحت عنوان العراق أكبر من التحديات قبل أيام. نعم. وهذا المقال هو خطاب موجه للشعب العراقي واضح بشكل واضح. عندما تقرأ المقال ستجد أنه يحدد أن وضعنا لا نحسد عليه، سيادتنا منقوصة، منتهكة، معرضة للشكوك، أراضي بلادنا قد أصبحت ميدانا لصراع الآخرين، أمن مواطنينا مهدد، السلاح منفلت، مال ماكو. وصل إلى الحد اللي قال أنه أنا من استلمت الحكم الخزينة شبه خاوية، وتحدث عن البطالة والفقر فإذا هو يعرف أنه كل هذه المصائب موجودة بالعراق، فكيف يتحدث عن إجراء انتخابات مبكرة وتحدث عن الفساد وأنه أساطين الفساد يسيطرون على كل شيء؟ طيب كيف يتحدث، كيف يعطي وعدا للمتظاهرين أنه سيجري انتخابات مبكرة في ظل هذا الوضع، في ظل هذا الإطار السيء جدا الذي يصفه هو وصفه، مثل ما نصفه نحن وصفه هو،
بالذات. إذن القضية كلها لعبة مدروسة، هو يعرف هذا الوضع والعملية السياسية تعرف، لكن يريدون أن يقولوا إنه هذا الوضع ترى يعني موجود ولا نستطيع تجاوزه، وعليكم أن تقبلوا بالوضع الحالي ونمضي في طريقنا، وأكو إصلاحات ربما نجري بعض الإصلاحات. ولذلك المطبلين والأقلام المأجورة التي يعني تروج للكاظمي تتحدث بهذا الاتجاه، اتركوه أعطوه فرصة لكي يصلح. فالقضية هي قضية إصلاح وترقيعات، ودعونا من انتخابات مبكرة وغير انتخابات مبكرة، هذه لن تتحقق لأن الإطار الذي يراد له أن تكون فيه الانتخابات المبكرة نقية وتفرز حكومة وطنية غير متوفر نهائيا. واضح أستاذ أياد دليمي، هذا الفزع أو الخوف من قوى السلطة من قضية الانتخابات المبكرة وإيجاد مزيد من الحجج أو تقديمها أو سوقها أو افتعالها كما يقول دكتور رافع لإلغاء الانتخابات المبكرة والمضي بالدورة البرلمانية الحالية، يعني ما الذي تخشاه قوى السلطة من انتخابات برلمانية مبكرة؟ ألا تخشى أن يكون المضي بالدورة البرلمانية التي تفجرت عليها التظاهرات هذه العارمة، أن يكون عملية المضي عملية صب مزيد من الوقود على هذه النار المشتعلة التي ربما لن توفر لا أخضر ولا يابس من قوى العملية السياسية طبعا؟ يعني أنا لا أعتقد أن القوى السياسية تخشى من انتخابات مبكرة، بالعكس كما تفضلت أنت قبل قليل، هي بإمكانها أن تصيغ وتعيد إنتاج قرارات وتشريعات خاصة بها، تعيد إنتاجها من جديد وتأتي بها إلى عملية انتخابية جديدة وكأن يعني شيء لم يحدث. هي لا تخشى يعني فقدان هذه المكاسب التي حققتها منذ عام 2003 حتى اليوم في ظل إجراء انتخابات مبكرة، لأنها تدرك أنها قادرة على أن تلتف على أي انتخابات مبكرة، فهي صاحبة السلطة وهي صاحبة التشريع وهي صاحبة السلطة القضائية، هي كل شيء. فمما لا تخشى؟ تخشى أن يعني يرشح المتظاهرون بعض الأسماء أو القوائم؟ يا سيدي التزوير موجود، ليس هناك من شيء مخفي في العراق. أنا أعتقد أن هي لا تريد أن يعني تذهب إلى انتخابات مبكرة وتربك حساباتها، لا أكثر ولا أقل، هذا فقط الذي تخشاه. أما أنها قد تفقد مكاسبها التي حققتها في ظل اللجوء إلى انتخابات مبكرة، هذا مستحيل يا سيدي. هذه القوى والأحزاب السياسية تغولت وتغلغلت في العراق بشكل مخيف، شكلت دولة عميقة، دولة فيها ميليشيات، دولة تسيطر على القضاء، دولة داخل الدولة تسيطر على القضاء، تسيطر على الإعلام، تسيطر على الجيش، تسيطر على كل القوى الأمنية، تسيطر على كل المفاصل الاقتصادية. بالتالي هذه يعني لا ترعبها إجراء انتخابات البرلمان بيدها، تعيد إنتاج نفسها وفق قوانين وتشريعات جديدة وثم تجري الانتخابات وتعود مرة ثانية للمشهد، لكنها لا تريد أن تجازف بمثل هذا الشيء الآن، لأنها يعني الوضع بشكل عام يبدو أنه مربك ومربك جدا. هي تريد الآن أن ترى مفاعيل حكومة مصطفى الكاظمي على الشارع، ومن بعد وبعد ذلك ستقرر. إذا ما رأت أن هناك رغبة عارمة لدى الشارع لإجراء انتخابات مبكرة، أنا أقول لك الآن أنها ستذهب إلى إجراء انتخابات مبكرة. أما إذا رأت أن الشارع بدأ يتصالح مع بعض الإصلاحات التي يمكن أن يقدمها لهم مصطفى الكاظمي وهدأت وتيرة ونبرة إجراء انتخابات مبكرة، فلن تجري الانتخابات المبكرة. بالتالي نحن نتكلم عن عملية سياسية وقوى وأحزاب وتيارات وكيانات منذ عام 2003 حتى اليوم سيطرت على كل مفاصل الدولة العراقية. هذه القوى والأحزاب يا سيدي المتظاهرون كانوا يعني لديهم إدراك ووعي سياسي كبير جدا، قالوا لك نريد انتخابات مبكرة، ولكن قبل ذلك هناك مجمل مجموعة اشتراطات يجب أن تحصل، كل هذه ما لم تحصل. شكرا للأستاذ إياد دليمي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا على وجودك معنا. دكتور عبد الحميد العاني، إذا ما مضت قوى السلطة بالتنصل من إجراء الانتخابات المبكرة أيا كانت نتائجها، وطبعا تنصلت عن حكومة الكاظم عن هذا التعهد وهو مطلب للمتظاهرين وللرأي العام في العراق، يعني كيف يمكن تخيل أو توقع المشهد في العراق في المرحلة القادمة؟ أن تمضي هذه الدورة الانتخابية وليس هناك من انتخابات مبكرة، إنما هذا هو الواقع. تتنصل كما ستتنصل أو كما تنصلت من كل الوعود الأخرى،
من محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا مقتلة ومجازر حق المتظاهرين السلميين، وبكشف ملفات الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وغيرها مما أشار له الأساتذة قبل قليل. هذه حكومة الكاظمي ومن ورائها البرلمان الحالي بدورته الحالية. هم لديهم عملية أو مهمة كبرى، وهي المحافظة على مصالح الأجنبي ولا سيما الاحتلالين الأمريكي والإيراني، واستمرار العملية السياسية الحالية أن تسير على تبقى على سكتها، والسماح لهؤلاء الأحزاب الفاسدة بممارسة فسادها ونهبها لثروات العراق، ولتنتج للشعب العراقي لن تنتج له إلا المزيد من الأزمات. ولذلك القابل القادم كما توقع الأستاذ إياد قبل قليل والأستاذ الدكتور رافع، أنه القابل هنالك انفجار كبير من لدى الشعب العراقي، لأنه لم يعد هنالك لا يعود هنالك احتمال، والأزمات السياسية أو المالية خاصة الاقتصادية كارثية نتوقعها في ظل الجائحة الحالية والأزمة الاقتصادية التي عمت العالم وبما فيه العراق لكونه متضرر كبير في هذا الجانب. نعم. دكتور رافع، ما المتوقع من ردة فعل من المتظاهرين من التظاهرات عندما السلطة لا تفي بهذا التعهد الذي قطعته على نفسها، وهو طبعا واحد من أهم مطالب المتظاهرين إجراء انتخابات مبكرة؟ ما المتوقع من ردة فعل؟ أستاذ ماجد، طوال هذه التشكيل يعني حكومة مصطفى الكاظمي لحد الآن الشعب يراقب والثوار يراقبون، وقد شهدوا يعني واقعا يدلل على أن هذه الحكومة حالها حال الحكومات الباقية، تتنصل من كل الوعود، غير قادرة وتقدم تبريرات واهية ومعروفة سلفا. فلذلك هذه كل النقاط تسجل، هذه لا تدخل في سلة الحكومة والعملية السياسية. هم يعتقدون أن بعض الأقلام المأجورة وبعض المطبلين سيستطيعون تلميع صورة الكاظمي، وبعض الدول هذا الدعم الدولي والعربي للكاظمي سيستطيعون أن يلمعوا صورة الكاظمي، وبالتالي تمضي القضية بهذا الاتجاه. هذا اعتقاد خطأ ووهم. الشعب خرج ولن يعود، قلناها أكثر من مرة. التظاهرات الآن خفت، الأعداد قلت، هذا لا يعني أن الثورة انتهت. الثورة تجمع أمواجها وستخرج بموجة كبيرة، واضح، لأنه يعني خسرت كل شيء، وواضح أن هؤلاء يريدون أن يقولوا لن نعطيكم شيئا. هذه العملية السياسية ماضية في طريقها، وهذه الأحزاب التي كانت انتخبت عادل عبد المهدي وانتخبت حيدر العبادي وانتخبت واختارت، هي ليس انتخابا، واختارت نور المالكية نفسها التي اختارت مصطفى الكاظمي. فبالتالي هذه الأحزاب هي المتحكمة والمحاصصة باقية، والشعب خرج ضد كل هذا. لذلك الشعب يعني عاد إلى نقطة الصفر. ما الذي جناه من كل هذا؟ قدم شهداء أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 30,000 جريح ومفقود ومعتقل، وبالتالي يعود إلى بيته، لن يعود، والثورة قادمة، وفي هذه المرة ستكون طريقتها مختلفة، وضعيتها مختلفة، المواجهة ستكون مختلفة، ولن يدركوا أنهم أمام موجة كبيرة ستجمعهم إن شاء الله. أشكرك. بهذا مشاهدين الكرام، هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ناقشت وبحثت في محاولات قوى السلطة التنصل من إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، ولم يتبقى لنا فيها إلا أن نشكر ضيوفنا، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، كان معنا عبر سكايب دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، كان معنا عبر سكايب، والكاتب الصحفي العراقي الأستاذ إياد الدليمي، وكان معنا عبر الهاتف من الدوحة. أشكركم، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.